قدرة النهاردة اعرف مكان اي حد، ماما ولا بابا؟ هختار ماما لان ماما بتخرج كتير ومعرفش هي بتروح فين. هعرف النهاردة. مي، هي مامتك فين دلوقتي؟ ماما بتشتري حاجات ومن غيري. مي، في ايه يا جنى؟ هي ماما فين دلوقتي؟ مكان ماما هشوفها حاضر. في المقابر. ايه ده، هي بتعمل ايه في المقابر؟ عادي يا جنى، ممكن تكون بزور تيتا او اي حد. بس دي اتأخرت قوي. ثانية يا جنى، راح اشوف مين على الباب. ماما، ماما مالك، في ايه؟ كنت فين واتأخرتي ليه؟ بشتري طلبات البيت، هكون فين يعني؟ ويلا تعالي معايا عشان هنجهز الغدا. انا مش فاهمة حاجة، ازاي ماما هنا ومكتوب لسه في المقابر؟ لازم اتأكد بنفسي. ليه؟ هو ممكن السيستم ده يغلط في مكان حد؟ لا طبعا، السيستم مستحيل يغلط. متأكدة يعني؟ ايوه طبعا، واسألي اي حد هيقولك نفس الكلام ده. فهمت، اديني جيت المقابر، لازم اتأكد بنفسي.